بسبس مياو. وهم بسبس مياو أغنية لاقت نجاح كلش كبير وما نعرف شو معناها. منو منكم يعرف البسبس والمياو؟ المياو يعرفتها بس البسبس منو؟ المهم الحياة حلوة، أنا لابس أحمر واللوجو أحمر وبابا نويل أحمر والدنيا حمراء وراس السنة هم أحمر، لا وعيد الحب هم أحمر كنا حمر. هذه حلقة جديدة من برنامج خوش حكي، فقرتي أنا سوالف أهلي. سؤال اليوم يقول: اللي طلع من حياتك اعتبر عطسة وراح، وقول ألف الحمد لله. تعالوا أنا وأنتم هنشوف كم عطسة طالعة من يومكم وطالعة من حياتكم. عطسوا. ماكو صيدلية قريبة؟ من ملعب سانتياغو إلى قلب العاصمة بغداد، أنا ألتقي بنجم الكرة الرياضية لريال مدريد الحارس كورتوا. يا أخي اسمك ثقيل بدلة. كورتوا كم جول ماكل؟ بس من برشلونة 5. برشلونة برشلونة حلو. هسه لحد احنا متراضين. سؤالي يقول: كم انسان معتبر عطسه وطالع من حياتك؟ خير من الله، يعني هاي الاونة خير عطست 5 عطسات سوى. حيل ما شاء الله، سريع الاشتعال. واي ماكو ولا شخص الحمد لله. واي والله واي واي. مثلا تسالني على مصلحة تعوف احسن اقرب الناس اليك. لا انا خيرك وكم واحد قررت اطلع من حياتي فول اوبشن. 5 بس 5 هو يا اخي تسقيط فردي هذا. هو سقطت بعد انا ما يحتاج. تكتشف انه هذا الشخص مو زين يعني. انطيش دليل؟ المصورين هسه جاي يصوروني مهدي وحسن مو زين انه جاي. عندي فلوس يمشي، ما عندي فلوس ما يمشي. شو اسمه؟ غيث. حبيبي غيث بعد لا تجي، ترى شهرك وخزاك. ما احبهم من الله. يا اخي عم صراحتك. اكو واحد خصوصا نسوي دقه ناقصه هذا الوقت، هاي اخر شيء. اسمه مال الله، انا دارت افارقه بس هو لاطش فيه. انت هو لاطش بيه؟ هو لاطش بيه. قال له منك تدري شو اسوي له؟ شو اسوي له؟ خدمة بيب بيب. الله. تدري شلون هاي؟ اطمش المايك. بيب بيب. اذا عودة ميمونة الياسمين، وتقدرون تتابعون برنامجنا من خلال مواقعنا بالسوشيال ميديا www.صوتالمستقبل.com. هذه الفقرة كانت وياي اني مصطفى داخل من سوالف اهلنا. في امان الله.